النجمة إليسا تتابع هذه الفترة تحضيرات ألبومها الجديد، وقد اختارت إلى الآن مجموعة من الأغنيات التي سجلتها قبل أن تنطلق بجولة حفلات غنائية في المناطق العربية، تبدأها بتاريخ 24 يوليو في قرطاج، ويليها ثلاث حفلات في سوسة وبنزرت. إليسا تتابع حفلاتها في لبنان لتختتم صيفها بموعد مع الجاليات العربية واللبنانية في حفل تنظمه شركة روتانا في لندن بتاريخ 13 أغسطس.